ساق فلزية طولها 1.2 متر، هذه هي الساق الفلزية، تنزلق في مجرى خاص، هذا هو المجرى. يعني تنزل هذه الساق إلى الأسفل بسرعة ثابتة، مقدارها 5.4 متر لكل ثانية عمودية على مجال مغناطيسي منتظم، مقدار 3×10 تسلا. إذا كان طرفا الساق يلامسان المجرى باستمرار ويتصلان بمقاومة 5×10 أوم، احسب أولا كتلة الساق. بالنسبة أولا لكتلة الساق نأخذها من أن الوزن يساوي القوة. الوزن هو عبارة عن الكتلة في التسارع ويساوي القوة، هي عبارة عن التيار في لام في غين في جيب الزاوية ثيتا. الآن لإيجاد هذه المعادلة يجب علينا إيجاد التيار الحثي، ومنه أن القوة الحثية تساوي التيار الحثي في المقاومة ناقص عين في غين في لام في جيب الزاوية ثيتا، وهي القوة الحثية تساوي التيار الحثي في المقاومة. إذن التيار الحثي يساوي على ميم. الآن نعوض، طبعا لا نأخذ الآن الإشارة السالبة في التيار الحثي. الآن السرعة هي عبارة عن 5.4 مضروبة في المجال المغناطيسي، مضروبة أيضا في الطول، طول الساق وهي 1.2، بالنسبة لثيتا وهي ما بين عين وغين، وغين بهذا الاتجاه وعين بهذا الاتجاه، إذن الزاوية بينهما 90 درجة، وجيب 90 هو 1 على المقاومة 5×10، والإجابة هي 9.88 أمبير. الآن القوة المغناطيسية تساوي التيار في لام في غين في جيب الزاوية ثيتا، وتساوي هذا الوزن. التيار الذي أوجدناه هو عبارة عن 9.88 مضروب في 1.2 في المجال المغناطيسي 3×10، أيضا هنا جيب 90 1. الوزن هو عبارة عن جيم في كاف، وجيم هي عبارة عن 10 مضروبة في الكتلة، إذن ومنها صح هذا الحل، الكتلة تساوي 9.88 في 1.2 في 3×10 مقسوم على 10، إذن الإجابة 35% كيلو غرام. الفرع باء، مقدار التغير في طاقة الوضع الجاذبية للساق الحادث في أثناء 2×10 ثانية. طاقة الوضع هي عبارة عن الكتلة في التسارع في المسافة. الكتلة هي عبارة عن 3577×10000 مضروب في التسارع هو 10. المسافة هي عبارة عن السرعة مضروبة في الزمن، والسرعة هي لدينا 5.4 متر لكل ثانية، والزمن في أثناء 2×10 ثانية، إذن الإجابة هنا 3.84 جول. الفرع جيم أيضا، الطاقة الحرارية الناتجة في المقاومة أثناء 2×10 ثانية. الطاقة الحرارية تساوي تاء تربيع في المقاومة في الزمن، وتساوي 9.88 تربيع مضروب في المقاومة 5×10 أوم، ومضروب في الزمن 2×10 ثانية، ينتج لدينا الإجابة 9.76 جول.